وحضرة سيادة الأمين العام وهذه الجهود الطيبة اللي بتناقش معاها كزميل ولست كأستاذ جامعة أو عميد كلية، أنا بتناقش معاكم كزملاء، فأنا أشرف أن أنا محامي بالنقط. سادة الأفاضل، موضوع اليوم إذا كنا اتكلمنا في اللقاء السابق عن أخلاقيات المهنة وما حدث الآن يدلل أن هناك التزام نسبي، لكن نتمنى أن يكون التزام كلي، التزام كلي. فكما قال سيد الأمين، هو يخاطب أبنائه وإخوانه وأنا أخاطب زملائي، فما لا أقبله على نفسي لا أقبله عليكم، فأنتم رجال القضاء الواقف الشموخ والأخلاق هي عنوانكم، رسمكم يفرض اسمكم، رسمكم يفرض اسمكم. وهذه رسائل أرسلتها لكم في اللقاء السابق. اليوم إذا تكلمت معكم لن أتكلم معكم كباحث أكاديمي، ولكن كشخص متواجد بالمحكمة، فأتكلم معكم في صورة من صور القضاء في مصر. فكما تعلمون أن القضاء في مصر قضاء مزدوج، قضاء عادي، قضاء إداري، ثم كان هناك القضاء العسكري، ويغزى يختص فئة العسكريين. القضاء العادي وانتم عارفين أطرافه أفراد مع أفراد، إذن القضاء الإداري من أطرافه موظف عام، إذن هم أدواته المستهدفة بنسميهم عمال الحكومة، عمال الحكومة المتنازعين قدامه. إذن لكي ألجأ للقضاء الإداري لا بد وأن أكون موظفا عاما، هذا هو الأساس. لكن يمكن أن يلجأ شخص للقضاء الإداري وليس موظفا عاما، كما إن شخص نزعت ملكية أرضه بقرار إداري أطعن في مجلس الدولة. مجلس الدولة محاكم لا اختصاصات، يحكم هذه المحاكم كلها والقضاء بصفة عامة مبدأ المشروعية، لا أحد فوق القانون، لا رئيس ولا غفير، الكل تحت القانون سواء، إعلاء مبدأ سيادة القانون، وهذه ركيزة أساسية لبقاء الدول، الكل تحت القانون، لا مجاملات لا مزايدات. من هنا تعرف أن هذه الدولة دولة ناجحة. كان لي الشرف أن تقدمت بدراسة منذ 3 سنوات لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن أسس بناء الدول، أسس بناء الدول، كيف نبني دولة. وكان كل هذا فكرني حسين بيه أمس، كان هذا هو البحث، وفاز على مستوى 54 دولة إسلامية، كيف نبني دولة. ومن هنا عندما أتكلم معكم تعالوا نتحاور، هو الموظف العام إيه اللي بيحكمه؟ قانون. القانون ده إيه؟ الموظف العام ضابط الشرطة موظف عام، ضابط القوات المسلحة موظف عام، الموظف وزير الصحة موظف عام، وزير التعليم موظف عام، أستاذ الجامعة موظف عام. هؤلاء إيه القوانين اللي بتحكمهم؟ بتحكمهم قوانين. كلنا، كل هذه الفئات يخضعون لشريعة عامة، هو نظام الخدمة المدنية اللي هو بيمثله الآن القانون 81-16 كلهم موظفين عموم، لكن فيهم كوادر خاصة تخاطبهم قوانين خاصة،
القضاء كادر خاص، الشرطة كادر خاص، الجامعات كادر خاص، بيحكمها قانون خاص. لكن الشريعة العامة لهذه القوانين اللي بنسميها أبو القوانين هو نظام الخدمة المدنية، كان 47-78 وتم إلغاؤه، والآن 81-16. هذا القانون صدر، هنتكلم عنه. كيف تلجئين إلى المحكمة؟ كيف تلجئ إلى المحكمة؟ كيف تلجئ إلى المحكمة؟ بتخاصم مين؟ من خصمك؟ هل بتختصم أشخاص؟ أم بتختصم صفات؟ تحاكم من؟ أحاكم قرار إداري معيب، أحاكم قرار إداري معيب في نظري. صدر قرار إداري أراه أنا معيبا، لم يصدر قرار إداري، هناك امتناع سلبي، كان على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراء معين في وقت معين تقاعصت عن إخراجه، عن أخذه، ألجأ للقضاء الإداري وطالب بإيه. هنا نرى إيه معظم القضايا اللي موجودة أمام أو مقدسة أمام القضاء الإداري، وبناء عليه في هناك بطء في إقرار العدالة نظرا لتراكم القضايا، فيش حد عجبه حاجة، قيادة غير مسؤولة تصدر قرارات معيبة، سواء كان رئيس مؤسسة، رئيسك في العمل، وزير مختص، ها، والموظف ما الذي الوحيد القضاء الإداري، فبيلجأ للقضاء الإداري. إذن النزاع هنا بين من؟ بين فرد ودولة، أو بين موظف ومؤسسة، موظف ومؤسسة. لا أتكلم عن الأفراد، غير نتكلم عن موظف عام يرى أنه ظلم أو هدم حقه، أو هدم حقه، ألجأ لمين؟ لجأ للقضايا الإدارية. طب إيه القضايا الشائعة اللي على أساسها يمكن أن نلمس فيها أن هناك عوار دستوري، عوار في المادة نفسها؟ وبناء عليه كما وضحت لكم سلفا، وضح لكم أساتذتنا الأجلاء، زي ما أنتم عارفين في تدرج هرمي، في دستور أسمى القوانين، يليه القانون التشريعي العادي، ثم تليه اللائحة، ومن اللائحة يصدر القرار الإداري. فلا بد وأن يكون الكل متوافقا مع الكل، فلا يجوز لي أن أصدر قرارا منافيا للائحة، وبالتالي إذا كانت اللائحة منافية للقانون أضرب بها عرض الحائط، إذا كان القرار منافيا للائحة أضرب بها عرض الحائط، فما بالك إذا كان القانون مخالفا للدستور؟ بعمل إيه؟ بطعن بعدم الدستورين، بطعن بعدم الدستورين. طب إذا كان القرار مخالفا للقانون، ها، أطعن أمام إيه؟ أمام محاكم القضاء الإداري. هنا في حالة القضاء الإداري يقول أنه يحاكم القرارات الإدارية، يحاكم إيه؟ القرارات الإدارية، بخلاف المحكمة الدستورية العليا بتراقب دستورية القوانين. ومن هنا أتكلم عن الأسس أو المعايير التي ينبغي أن تتحلى بها الوظيفة العامة قبل الشروع في موضوع معين كلكم شاركتم فيه، كيف تنتهي علاقة الموظف العام بالدولة؟ إيه الأسباب؟ ونشوف ونقرأ. وفي سياق الكلام نسترشد دائما كما تعلمنا بأحكام الإدارية العليا وأحكام القضاء الإداري، لأن هي سوابق قضائية اتعاملت معها إزاي،
ما منكم محامي أو محامية إلا وجاءه موظف عام يشكو له، يرفع له قضية تسوية ترقية، فصلوه من العمل، ها انتهت مدة خدمته، أجبروه على الاستقالة، كل هذا ها نعم أجازات، كل ده ما لازم تقابلك هذه القضايا في حياتك، لازم تقابلكم وبناء عليها نأخذ، لا أستطيع طبعا أن ألم بكل القوانين في هذه أو في هذا اللقاء، ولكن أتكلم عن أسباب انتهاء الخدمة. قبل ما أتكلم عن أسباب انتهاء الخدمة أكرر يا أساتذة المحامين، أنتم أهل الوعي، خليكم واعيين، أنتم أكثر الناس قراءة لبيئتكم، أنتم أكثر من تترجمون البيئة المصرية، أنتم صورة مصر زي ما قلت لكم، وما سافرنا وشوفنا المحامين في الدول الأخرى كم المحامي يعتز بنفسه جدا ويدرك التحديات اللي بتواجه دولته وتواجه أمته، قارئ جيد للبعد الاجتماعي والبعد السياسي والبعد الاقتصادي، عندما يقف أمام المحكمة يقنعها بدرايته قراءته الواقع بلده. المحامي زي ما قلت لكم يجب أن يكون عنده ثبات انفعالي في حالة الصراعات، ثبات في حالة المواجهة، اتزان يوزن الكلمة. فكما أوضحت لكم إذا كان المسؤول ينبغي أن يتحسس كل مفردة تخرج من لسانه، على المحامي أن يتحسس كل لفظ يخرج من لسانه. بشخصك تفرض احترامك، والعكس بشخصك بشخصيتك تفرض احترامك. اعتزل نفسك، لا تنظري لغيرك، ضعي في حق في نفسك رغم ان ده مخالف للطبيعه البشريه، انك ادرى واعلم من في المجتمع المصري، لكن في داخلك بتتعلمي وبداخلك بتتعلم. ثق بنفسك، لا تقف امام قاضي مهتز او غير ثابت، لا، ضع امامك انه يتعلم منك، ومين علمه؟ هو يجلس على النص، أن تنطق أوراق، من يحلل له هذه الأوراق؟ أنت. فأرجو أن تعتزلوا أنفسكم. وعليه عندما تكلم الدستور المصري عن الوظيفة العامة وضع مجموعة على أساسها أقول الشخص ده موظف عام، أو لهذه المجموعات ولن أطيل فيها، المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص. ما أقول المواطنة، أنت أكثر الناس دراية بالوطن، أنا وأنت نختلف لكن نحافظ على هذه القاعة لأنها بيتنا، وبناء عليه إذا كان هناك خروج على بعض المبادئ الدستورية في مبدأ المساواة، هذه بنص الدستور، ولكن هنا عندما أتكلم وأعود لمرجعي أقول يا أساتذة أنه لا قيام لدولة لا تنفذ القانون. كلنا نعاني بسبب إيه؟ تباطؤ منتسبين لبعض الهيئات، تقاعس متعمد نتيجة فقر نفوس لدى الموظف العام في تنفيذ الأحكام أيا كان هذا الموظف العام، وفي حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا أن تنفيذ الأحكام مسؤولية رئيس الدولة في النهاية، لأنه القائد العالي. تنفيذ الأحكام نرد النعام، إذا ما تلجأ للقضاء الإداري في اختصامك في تنفيذ الأحكام يمكن أن تختصم رئيس الجمهورية، وهذا حكم حديث للإدارية العليا. السادة الأفاضل، أتخيرت اليوم أن أتكلم معكم عن مش ولادة الموظف العام
كيف تنتهي العلاقة بين الموظف العام والدولة؟ تفضل يا فندم. كويس جدا، تفضل يا فندم. احنا هنا زي ما قلنا في قواعد عامة، وفي سياق الكلام هعرض بعض الأحكام، لأن احنا مش محاضرة، انا في نقاش معاكم واقع عملي. انت خدتوا محاضرات بما فيه الكفاية، ممكن تحضروا ممكن ما تحضروش، انتم خسرانين، لكن انا اتكلم معاكم مستأنسا ببعض الأحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وأيضا أحكام المحكمة الدستورية العليا. فمثلا أنا اتكلمت معاكم وقلت لكم هناك كادر عام موظف عام على مستوى الدولة، وهناك كادر خاص. الكادر العام قلنا القانون، احفظوا كده أو فهم، القانون 81/16 كل الموظفين العموميين في الدولة من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف. لكن هناك قوانين خاصة لكوادر خاصة لا يعاملوا معاملة الكادر العام، زي ما قلت لكم كالقانون 49/72 الخاص بتنظيم الجامعات، والقانون 103/61 الخاص بتنظيم الأزهر وهيئاتي والأوقاف، دي كوادر خاص. طيب أنا بقى كموظف عام كيف تنتهي علاقتي بالدولة؟ كيف تنتهي علاقتي بالوظيفة العامة؟ أولا طبعا انتوا عارفين ان ايه سن المعاش، ما يسمى بسن المعاش. وعلى فكرة انا كنت في احدى دول اوروبا الشرقية سن النضج هناك 70 سنة، يعني سن النضج طبعا ناضج يعني لسه ناضج على كل نقابة برضو العملية سنة ان شاء الله. عشان كده انتوا صح انتوا صح. طالما هو شغال احنا بقى في عز معاش. في عز العطاء وعدم للأسف كل المؤسسات بتعاني من ان ما فيش صف تاني خالص، ففي خبرات بتطلع بتمشي، فاجد يقول لك ايه اقيده، لا طالما بلغت سن 60 عاما فضل اقعد في بيتك. قال القانون سمح لرئيس الدولة في نظام الخدمة المدنية انه يمد للموظف العام 3 سنين بموافقة الوزير المختص، يجدد له كل سنة كده. لا القضاء طبعا انت عارف زمان انت كادر خاص وأزاز الجامعة زي ما انتوا عارفين الى ان تقوم الساعة، لكن لا يشغل منصب اداري الا استثناء. مش مشكلة سيادة ده اسمه راجل بقى جنة حياته للعلم، والمحامي بقى. فاذا اول شيء في انتهاء العلاقة الوظيفية بلوغ الموظف العام سن 60. والعجب كل العجب حتى تعرفوا ان كل من يحمل لقب مستشار ويروح يخدم لدى جهه حكوميه او كذا، وكان لي راي في هذا الموضوع طبعا ان هذا معيب ان يكون عضو سلطه قضائيه يعمل لدى السلطه التنفيذيه ثم يجلس على منصه ليحكم بيني وبينها. كيف انا اكون سلطه قضائيه واعمل لدى السلطه التنفيذيه وتيجي بعد كده اديك راتب وتحكم بيني وبينها ازاي؟ إذن هنا في أمور من هؤلاء بقى سعادتك مثلا في نطاق العوار اللي بيحصل. أنت سعادتك كرجل مستشار لوزير مختص بتضع لائحة للقانون، وتضع لائحة للقانون بتأخذ القانون كمكتمل وبتضع لائحة تنظم تشريع الفرع ده. أجد سعادتك أن هناك مواد جار عليها الزمن، فمثلا قالوا إيه؟ أن سن المعاش قانون طلع سن المعاش لخريج الأزهر 65 سنة. أنا بتكلم عن 60 سنة، 65 سنة. ليه؟ لأن الناس دول تعذبوا في حياتهم 4 سنين 10 سنين مش عارف كذا و5 سنين كذا و4 سنين كذا، الراجل حياته كلها فين؟ في التعليم. فقال لك احنا نعوضه نخلي له سن معاش ايه؟ 65 سنة. 65 سنة.
يا بني عشية وضحاها. طلعت في ذهن أحد المسؤولين قال لك لي لا هم مبدأ المساواة. لا ده مبدأ المساواة في قيد كله 60 سنة تمام. وأصدر القانون المفترض صدر القانون بهذا. إيه اللي يحصل؟ تتعدل إيه؟ اللائحة. تتعدل اللائحة؟ لا ما زالت اللائحة تقول أن سن المعاش 65 سنة. هنا بقى ما رفعنا قضية بقى. وفعلا تم رفع قضايا. تم رفع إيه؟ قضايا وكسبوا القضايا وكسبوا القضايا. إذن هنا التشريع الفرعي ده القائم عليه ينبغي أن يكون إنسانا يعني مدركا عنده أمانة. وجدته بيتكلم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت بيتكلم عن عصر اللي قلت لك النكلة والمليم. يقول لك أستاذ الجامعة له 2 جنيه و50 مليم. مفيش حد دول ما عرفوش المليم دول. 50 مليم ايه؟ في الورقة. ايه ده؟ ما مرتش عليك ده ايها المستشار المؤتمن؟ ما مرتش عليك ان الزمن تغير ثم بتتكلم عن اصلاح وعن وعن؟ اذا العلاقة بتنتهي. انا اتكلم بقى بصفة عامة دعك من الازهر ودعك من اساتذة الجامعة والقضاء بيبلغ الموظف 60 سنة. اثنين حلق المعاش مثلا. وهنا هنتكلم في هذا الموضوع في قضية معينة. هل أحيل المعاش بمحض إرادته؟ حب يسوي معاش. هل أحيل المعاش رغما عن الإحالة للمعاش؟ بيعقبها طبعا قد يكون فصل من الخدمة. فصل من الخدمة. فقد الجنسين. فقد الانتماء للدولة. ها؟ عدم اللياقة الصحية. مريضة. طيب. في الأول دي على طول. الانقطاع عن العمل هنا بقى يأتي برضك قضايا كثيرة ممكن نتعرض لها. بدون إذن 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة. شوف بقى العوار جا فين؟ العوار جا في اللائحة. جا العوار جا في القانون. معايا حسين بيه؟ بيقول له بقى؟ اسمعوا. الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متصلة أو 30 يوم منفصلة. ها؟ قال القانون قال لك إيه؟ يفصل. على طول؟ على طول كده؟ قال لك إيه؟ ده القانون اللي قال. طب ده يعقل؟ قد يكون إنسان غاب 15 يوم ولا يعرف أن يتصل بالناس. مريضة وما نعرفش مكانه فين. مات. حصل له اي مصيبة. واحنا عندنا نص لا يجوز لا يجوز عزل الموظف العام الا بعد ايه؟ التحقيق معه. لازم اساسا. ومش هو اللي يعزله. ده يعزله مجلس تأديب. سواء كان في الكادر العام او الكادر الخاص. فانت جاي لك قانون هنا بقى النقاط المحامي بقى اللي محترف. انت بتقول ايه؟ انت فصلته بناء على ايه؟ انت بتقول انقطع 15 يوم متصله. الله انت ما فيش انذار؟ ما فيش تواصل؟ ما تخطرني؟ اسال عني. على اي اساس اصدرت قرارك؟ وماذا خولك باصدار القرار؟ اذا هنا ده عوار فين في القانون؟ جات اللائحه قالت ايه بقى؟ ده القانون اهو نص. قال له على ايه؟ قالت لك ايه؟ ان الانقطاع كان بعذر مقبول. الله يعني انت بقى جاي تمرمط الموظف العام. مين اللي يقول ان العذر مقبول او غير مقبول؟ انت فصلته. يعني بيقول لك ايوه اذهب الى المحاكم. كيف اذهب الى المحاكم؟ طب ما تعطيني المجال. اسالني اولا قبل ان الجا للمحكمه. ومن هنا ياتي التكدس القضايا من المحاكم. ثم نأتي تاني ما يسمى بلجان فض المنازعات اللي قاعدين فوق 90 سنة وقاعدين دوره ايه؟ رفض. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت جاي تساعد القضاء، جاي تخفف عن كاهل القضاء. او لازم امر عليه فض المنازعات. ما انتوا عارفين لازم امر عليه. وليس ما انتوا عارفين وظيفة جديدة. وظيفة جديدة وهدر لموارد الدولة. ولو عودتكم هدر كم هتستغربوا.
دعونا من هذا. لكن أكلم أقول إيه؟ إذا غاب الموظف العام مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة يفصل يعزل، ده نص القانون. جت اللائحة قالت تحنن شوية أو العزل المقبول، لكن تناست لمن أقدم العزل؟ أقدمه لمين؟ لمصدر القرار اللي أصبح خصما لي ولا أرفعه للمحكمة؟ دي لم توضحه اللائحة. طيب عدم اللياقة الاتحاد بجهة أجنبية، هنا بقى تسعة بقى وخلي بالكم منها كويس أوي، ده شغل المحامين بقى. الحكم عليه بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. إنسان حكم عليه في جناية مخلة، خلينا في الرشوة، وانا قلت لكم حكيت لكم القضيه بتاع الاستاذ الجامعه المره السابقه اللي رشى موظف عام عشان يدخل على دكه كهرباء، وتم فصله منين؟ من الجامعه، ومات اكلينيكيا خلاص. واخر رشى لاجل كذا وعاد الى الجامعه. طب هنا العوار فين؟ اذا هنا لما اجي اتكلم بقى واوضح بيقول الحكم عليه بعقوبه جنايه. هو الإنسان مننا؟ خلي بالك نحن لسنا ملائكة ولسنا شياطين، والعبرة من وضع القوانين تحقيق مصالح العباد. ما لم يخالف ذلك نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فالحياة متغيرة والزمن متقلب والحياة ولود. طيب وما تقول النهاردة في فرق، أما أقول حكم على موظف يعمل في وزارة الصحة في جريمة مخلة بالشرف، وحكم على موظف ضابط يعمل في الشرطة أو في كذا في جريمة مخلة بالشرف، كلاهما صدر ضدهما قرار. القرار صدر بالنسبة للموظف اللي بيعمل في وزارة الصحة بالفصل من الخدمة بدون تحقيق، بدون إحالة إلى مجلس تأديب أو لجنة تأديب كما يسموها أو لجنة الموارد البشرية، وفقا لنص المادة 69 و 179 من قانون 81-16. طب هذا الموظف العام، هل هذا الإجراء الذي على أساسه تم فصله إجراء سليم؟ ده أنا عندي نص لا يجوز عزل الموظف العام إلا بعد التحقيق معه وإحالته إلى مجلس تأديب أو لجنة التأديب. من يتولى عزله من الوظيفة؟ مجلس التأديب. طيب هنا الموظف الصحة فصل وتولى عزله لجنة الموارد البشرية. يا أستاذ الرجل الضابط الشرطة مجلس التأديب اللي عنده هو اللي فصله. أستاذ الجامعة لحقق معاه ولا مجلس تأديب وتفصل. التلاتة موظفين عموميون لجأوا إلى القضاء. جينا نمسك النص اللي بيحكم المسألة. أنا بقى كراجل محامي، جال سعادتك موظف في الصحة مثلا أو في التعليم، وجال سعادتك موظف ضابط شرطة، وجالي أنا أستاذ في الجامعة، وكلاهما فصلوا من العمل في جريمة مخلة بالشرف. أجي أمسك النص، النص عام هو بقول الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة في جريمة مخلة بالشرف يعزل مباشرة. هل هذا كلام؟ فلجأنا إلى القضاء، لجأنا إحنا الثلاثة للقضاء. إيه سندك لتثبت للمحكمة أن هذا الموظف العام تم الجور عليه بتاع الصحة أو بتاع التعليم؟ وإيه سندك لتثبتي أن ضابط الشرطة كان قراره معيبا؟ وإيه سندي أقول إن أستاذ الجامعة الذي فصلته كنت فيه على غير حق ولا تتبع الإجراءات، وبناء عليه أطالب بإلغاء القرار الإداري. وبالمناسبة طبعا زي ما أنتم عارفين القرار الإداري قضاء إلغاء وتعويض وتأديب، قضاء إلغاء تعويض تأديب،
يعني في سياق الكلام اذا ما حكم لي يمكن اعمل حاجه بعد كده. طيب اما بساله بقى بقول له ايه سندك في فصل موظف ضابط الشرطه او استاذ الجامعه؟ هات نص بيقول كده. هات نص. نتحسس القانون لم نجد نصا يحكم المساله. مفيش كلام خالص خالص. الله. اما انت فصلته بناء على ايه؟ قال لي فصلته لعمالا لهذه الماده الحكم عليه بالعقوبه الجنائيه. انا بقول للمستشار بتكلم معاه بقول له فصلته ليه؟ ما فيش سند. انا عاوز ما فيش نص يقول انه هو يتفصل. الله يتفصل. اذا انت فصلته ازاي؟ فين الاجراء التمهيدي اللي انت خدته وعلى اي اساس فصلته؟ قال لي ده نص اهو نص في نظام الخدمه المدنيه. قلت يا حلاوه، يعني انت دلوقتي رجعت لنظام الخدمه المدنيه فيما يضر ولم تسترشد به فيما ينفع الموظف العام؟ تعالى بقى. فجبت له القانون. شوف عشان تعرفوا المحامي القارئ ومتى تكون، واذا اردت ان تكون سيدا فستكون سيدا. جبت له القانون 47-78 اللي تم الغاء. جبت له القانون 81-16 قلت تعالى هنا. لقيت القانون 47-78 في ماده، اقراوا يا اساتذه اقراوا، ماده اسمها ماده 94 بتتكلم عن هذا الموضوع. بتقول ايه بقى؟ اذا ارتكب الموظف العام جريمه مخله بالشرع، ها، للمره الاولى، للمره ايه؟ لا يعاقب بالعزل. ايه علة المشرع عندما وضع هذه الماده؟ يعني انا مؤاخذة يعني ضربتك بالقلم تضربني بالرصاصه؟ اول مره موظف عام، موظف عام اخطا، زي ما قلنا عداد كهرباء، جريمه مخله بالشرف، تموته اهله كلينيكيا، ها؟ فقلت له والله طب عندك نص الماده. اذا المشرع راعى من؟ راعى البيئه التي يعيش فيها. فإذا كانت البيئة الفساد والوزع الديني فيها قليل، لا، ولا هرجم كل الناس وموت كل الناس. فهنا المشرع راعى البيئة التي تحكم. أجي في الزمن العولمة اللي زابت فيه الثقافات واختلطت فيه الأمور وضعفت فيه النفوس وانتهت فيه الخصوصيات، أقول له ده انتفصل على طول؟ أين تغير الزمن؟ فقلت له لا، المادة 94 دي فين؟ في 47-78 جات في 81-16 شالها خالص، شالها خالص. وقال لي إيه بقى؟ قال لا ده احنا نحيله للجنة الموارد البشرية موظفين، واللجنة دي هي اللي تقرر نعزله ولا ما نعزلوش. لجنة موارد بشرية موظف عام برضه، مش ازاي؟ مش لجنة بقى مشكلة من مين؟ من عضو قضائي وموظف القيادة؟ لا، ده لجنة موارد، لجنة من موظفين العموميين يحكموا زميلهم ويقرروا يتعزل ولا لا. خلاص؟ وبناء عليه يتم فصل. هنا بقى أما أجي أنا قضية جات لك في مثل هذه الحالة بالنسبة للموظف العام، تتعامل مع القضاء ازاي؟ كيف تثبت أن القرار الإداري لم يصادف صحيح القانون؟ بالمقابل أستاذ الجامعة الذي فصل بغير الطريق التأديبي، غير الطريق التأديبي، قلت له فصلته ليه؟ قال لي من نص المادة هو. قلت له إيه نص المادة غلط طبعا، طب ما تجيب لي نص المادة اللي بيقول إيه؟ لا يجوز فصل عضوي التدريس إلا بعد التحقيق معهم، ها، وإحالته لمجلس التأديب. ومجلس التأديب ده بمثابة محكمة قضاء إداري، محكمة قضاء إداري يطعن في حكمها أو قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يطعن في أمام قضاء الإداري، يعني مثابة محكمة أول درجة. فيشوف العوار جاي إزاي. فقول له أنت أحلته للتحقيق؟ قال لي أحلته للتحقيق. قلت ماذا قال مجلس التأديب؟ قال لا انا من حقي ان انا افصله. قلت له لا، انك تغولت
على مجلس التأديب، أنت خصم. وفعلا صدر حكم المحكمة بأن هذا تغول، وأعطى للموظف العام ده إيه؟ أستاذ الجامعة تعويض، وعاد الرجل اللي اتهم في جريمة لا التاني بتاع أستاذ الجامعة اتهم في جريمة قتل، قتل قتل ابنه، خلي بالك قتل ابنه كمان، ورجعته الجامعة تاني. ليه؟ لخطأ فين؟ في التطبيق. إذن هنا دي من الأمثلة الحية المقدسة فيها المحاكم، المقدسة في المحاكم هو موضوع انتهاء الخدمة. في نص كمان بقى يعطيكم المجال أمام القضاء الإداري، يقول لك إيه في الفقرة الخامسة منه من المادة 167، يقول لك إيه؟ كل عمل، اسمعوا، كل عمل يجري، خلي بالكم من اللفظ، ها، بالعضو، يجري يعني يقلل من شأنه أو لا يلائم صفته كعالم، اسمعوا، لا يلائم صفته كعامل، أو أتى فعلا يناقض حقائق الإسلام يعاقب بالعزل من الوظيفة. مين اللي يقول؟ مين اللي يقول إن ده عمل مزري وعمل مش مزري؟ مين اللي يقول؟ فاكرين الدكتور اللي قالوا إرضاع الكبير؟ فاكرين زمان؟ اللي قال إرضاع الكبير؟ الراجل ده رجع الجامعة تاني. الراجل بيتكلم، الله، اعتبروا أن هذا عمل مزري. وبناء عليه تم فصله منين؟ من الجامعة. استدلال لهذه الفقرة التي أضيفت بفعل فاعل، والله هذه المادة افتكرها أنها بيت لها بليل للانتقام من بعض الأشخاص في قانون معين، وللأسف كان نصا لائحيا، خلي بالك مش قانون، لا، وفعلا تم الانتقام من بعض الناس وفصلهم من العمل. أنت كمحامي بقى لو جالك واحدة أو واحدة بهذا الشكل في هذا السياق، حتى أنتوا ما تنسوش، اثنين أساتذة، واحدة من جامعة القاهرة وواحدة من جامعة الأزهر، طلعوا راحوا شاطئ الغرام. عارفين شاطئ الغرام؟ راحوا شاطئ الغرام، خلي بالك بقى، دي لبست لبسها ودي لبست لبسها، كويس، كلاهما خارج حرمي العمل، تمام. طيب العصفورة صورت دي وصورت دي وأرسلت الصورة للمسؤول هنا والمسؤول هنا، ترتب عليه إيه؟ فصل دي وفصل دي من العمل. اسمعوا عشان تعرفوا إيه أساتذة المحامين يشتغلوا إزاي، وأنت إزاي بتتعامل مع ناس افتقدوا كثير من الحس المجتمعي والتعامل بروح القانون وعدم الخلط. أنت بتتكلم عن الحرية الشخصية، مش بتتكلم عن الحرية الشخصية، ده زي المرأة والتزام المرأة فيه، هنا عندي نصوص وأحكام هنا بالكون فيها، وجاي تحاكمني خارج عملي، خارج مقر عملي، وما هو الزي؟ فقالوا إيه بقى بتاع جامعة القاهرة؟ رجعت لشغلها، رجعت لشغلها. بتاع الأزهر إيه؟ ما رجعتش لشغلها. ليه؟ لأن ارتكبت عمل مزري. إيه العمل المزري اللي ارتكبته بقى؟ ده من إجارتها كاتب 600، كان أول ما سنزل، ها، اللبس كان شفاف، اللبس كان شفاف. الله، طب وده يا ربي نعتبره من قبيل ايه؟ هل ده اعتداء على الحريه الشخصيه؟ طب وفقا للدستور، ايوه نعم، نحن مجتمع محافظ، لكن هل الناس اللي على شاطئ الغرام عارفين ان السيده هذه تنتمي لمؤسسه الازهر؟ حط علم عليها كده وقالت مؤسسه، انا عالمه من العلماء، قالت كده، قالك ده اتت بعمل يسري، ها، وبناء عليه تم ايه؟ عزلها. ما كيف أنت تتعامل في قضية مثل هذه القضية؟ هتتكلم في إيه؟ أنت وانت ترجع للمحكمة في مثل هذه القضايا، ما هي أسانيدك؟ تتكلم عن إيه؟ تتكلم كلام مرسل ولا تتكلم كلام بناء على تستحضر الدستور؟
المادة 56 هتستحضر القانون، مش أي قانون، هتستحضر 181-16 هتستحضره، هتستحضر الكادر الخاص 3 وتحاكم من؟ وتحاكم مصدر القرار. انت على أي أساس فصلتها؟ لو كلمت في الدستور وهتتكلم عن الحرية الشخصية انت معك حق، لا يجوز فصلها. لو كلمت عن القانون هيكون لها حق، لا يجوز فصلها. إنما الذي وضع هذه الفقرة بليل في نص اللائحة، ها، وصدق عليها الوزير المختص وأصبحت إيه تشريعا فرعيا بسببها مش هقولك رملت نساء، بسببها خربت بيوت، بسببها تم إحالة عظماء حجرنا على تفكيرهم، في حين ان انا مش فاكر ده متجمل. اذا هذه مسائل في نطاق انتهاء الخدمة، قلنا اذا ارتكب الشخص جناية او جريمة مخلة بالشرف يجب هنا ان نعامل بها ايه، نتعامل بروح القانون، وان نستند في دفاعنا الى ايه، الى هذه القوانين المجتمعة، ونعرف ان بهذا بها ايه عوار. طبعا الوفاة سبب من اسباب انتهاء الخدمة. أما النقاط اللي انتوا تركزوا فيها كمحامين اللي بها عوار في هذا القانون هو الغياب لمدة 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصلة، والحاجة التانية الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة ايه بالشرف. هذا بالنسبة لانتهاء الخدمة. أشكركم على حسن الاستماع وأسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.